لماذا الإعراب سبب مشاكل كثيرة؟ عشان الأساتذة ما بيدهوش بطريقة صح. يعني أنا مثلاً درست في الجامعة، كنت بدرس لهم لأربع سنين ورا بعض، كل سنة فيه مقرر مخصوص. رابع سنة كانت النحو، نحو صرف، وبعدين هم الثلاث سنين الأولين دارسين نحو مع غيري، ودارسين نحو قبل كده في خلال المرحلة الثانوية والإعدادية وهكذا. تمام. أنا لما جيت لهم أدرس لهم النحو لجأت للطريقة مختلفة خالص عن اللي هم بياخدوه. كانوا بياخدوا المقررات الدرس الفلاني، وأدي النماذج عليه، وأدي معرفش الأدوات الشرط هي كذا وكذا وكذا، والقاعدة بتقول كذا وكذا. عملية تلقينية غير مجدية أو مملة. فأنا لما جيت لهم عشان أدرس لهم النحو دي في آخر سنة هيتخرجوا، بقيت من خلال النص نفسه أجيب نص. قولي لي إزاي عشان خاطر يعني تقرب الصورة يعني ليا. جبت مثلا أشوف نص كويس يتقبلوه، نعم، وأكتبه على السبورة نشتغل عليه، وتعالوا نفهمه الأول يا أولاد. ده معناه إيه؟ إذا كان في كلمات صعبة بنشرحها، إذا ما كانش في كلمات صعبة طيب خلاص، نعم، فهمنا ده، تعالوا بقى نعرب. نمسك كلمة كلمة فيها عشان نعربها. بيقابلهم حاجات مختلفة ما فاتتش عليهم. يعني هو ممكن يعرف مبتدأ، ممكن يعرف فعل فاعل الكلام ده، لكن يجيله مثلا حاجة زي ما. تعالوا يا أولاد نشوف ما دي إيه حكايتها. ما ميم ألف. ميم ألف. ما هي جاية في وسط النص، ما هو الجمل أنا مش مختارة جملة معينة بقول لهم اشتغلوا فيها، ده أنا نص على بعضه وهو مفهوم خلاص فهموه، وبعدين تعالوا نشتغل عليه. كل فتفوتة فيه لازم، حتى لما يجي حرف جر، طب الحرف الجر ده متصل بإيه في الجملة قبله؟ هنشيل الكلام اللي في النص ونشوف أقرب كلمة تدي المعنى مع فعل الجر ده. بيعرفولي متصل بالفعل الفلاني، متصل بالاسم الفعل الفلاني وهكذا. بالنسبة للأدوات كانت مشكلتهم الأدوات. ما دي نوعها إيه يا أولاد؟ طبعا ممكن يقول لي ما نفي. طب هي إدت معنى النفي. وهي ما معنى معناها النفي؟ لها معاني كتير. فلان ما فعل كذا. وانا لما اقول زرت مدينة ما، لا، هنا ما هي مانا نوحة كتيرة. فانا في ما فعل محمد كذا، يعني لم يفعل. ما فعل محمد كذا، ما فعل الولد كذا، يعني ما عملش، ما لعب الولد. ما لعب الولد. أيوة. يعني ما لعبش. ايوة. جاء او امسكت او رأيت ما تقصيت او ما جئت به. ما هنا يعني الذي جئت به، جئت لي بالورد، رأيت ما جئت به، الورد ده ما، رأيت من حضر، من هنا بتدل على شخص، بس أنا دلوقتي في ما تعالى نقول ما تفعل من خير تجزى به. أنا دلوقتي لما مسكوا ما وعرفوا نوع ما دي إيه، مرة للنافي، في النص بتاعنا عرفوا إنها لكذا. بالظبط. طب تعالوا يا اولاد نشوف بقيه انواع ما بتيجي ازاي، بتيجي في ايه. هتهالي في انواع مختلفه. اللي هيقول لي ما موصوله، اسم موصول، طب هات لي مثال عليها، يجيبوا المثال ونكتبه على جنب في السبور على جنب. ما ممكن تكون موصوله وادي مثال عليها. ما يقول لي تعجبيه، ما اجمل السماء. طيب كويس، يبقى فيه نوع تاني من انواع ما تعجبيه. ما مصدرية، نشيلها ونحط مصدر، نشيلها ونحط فعل بعدها ونجيب مصدر. زي ما أعجبني ما تحضر، ما تبتسم، أعجبني ابتسامك. نعم. فما مصدرية ظرفية بمعنى مدة دوام. سأخرج ما دامت الأرض، أو ما هطلت ما أسطعت. أرفع صباعي. اتفضل. حسيت فجأة بالتقعر.